ثامر ثامر والله الحين بالحواجب عليكم يا جماعة الخير. خيشة البصل هذه بثمان دنانير، توني جاي من الشبرة بثمان دنانير، يقول لك ما يدش. يعني بصل بثمانية يا عيال، بصل بثمانية، يعني صار اللعب على المكشوف. ترى ندري البلدية والتجارة وحماية المستهلك ما يقدرون يعني يسعرون ويحطون شيء بالقوة دام السعر موجود، ولكن تقدرون تفتحون المجال والرخص وحق الناس واللي يبي تاجر ويسوي ويحط، عشان ما يجي واحد يقولون عنه هامور يحط السعر اللي يبيه ويمشي اللي عنده. والله يا عيال اسبوع واحد بس، اسبوع لا اكثر، لا تاكلون بصل، بدلوه بالثوم والكوسة والباتنجان، ايش فيهم؟ كله قاعد تبكي من البصل. اسبوع لا تاكلون بصل، والله يرد السعر احسن من اول، وخلوها ترخيص حوت.